هودي مسيحيين تنك. بدنا هالقانون، بدنا هالقانون، بدنا هالقانون. بالاخر تنك بتكبيه. الواد عم تتعرض لحرب كتير كبيرة بأساسها الحرب بالشام بالضاحية الجنوبية هون وجماعته. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع هنبي زيدا. مساء الخير محمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام. وإلى عناوين المسائية: المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. نصر الله يؤكد أن دولة لا تستطيع حماية جنازة أو حماية طرابلس أو أن تعمل قانون انتخاب جديدا لا تحمي وطنا. أسبوع على انطلاق مواجهات طرابلس وفشل كل مساعي التهدئة. أنتم تتوجهون بالاتجاه الخاطئ، فالمقاومة ليست في الشمال، ليست في القصير. الجيش الحر يصد محاولة جديدة لاقتحام القصير وسط قصف هو الأعنف منذ أسابيع. الجرح ينزف دما في عاصمة الشمال طرابلس في ظل الاعتداءات والاشتباكات المسلحة على طول الخط الفاصل بين باب التباني وجبل محسن، فيما الناس يستمرون في دفع الأثمان قتلا وتدميرا. فعاليات طرابلس أكدت أن المدينة العريقة في انفتاحها تؤكد التمسك بالعيش الواحد، ولفتت إلى استمرار القنص من جبل محسن على الرغم من انتشار وحدات الجيش، ودعوا إلى وقف كل المظاهر المسلحة وإزالتها. أما سياسيا فلبنان ينزف مواقف وتوقعات متصلة بالشأن الانتخابي مع دخول البلاد في العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات وسط الترشيحات المتلاحقة على أساس قانون 60 وفي ظل الاتصالات المتسارعة بين الأطراف المعنية والتي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أوفد بعد الظهر الوزير علي حسن خليل للاجتماع إلى الرئيس فؤاد السنيورة، خصوصا وأن هذا السباق يبدو قويا بين التمديد والانتخابات على قاعدة القانون الحالي. سوريا المعارك ما تزال محتدمة في القصير، فيما أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له منذ بعض الوقت بذكرى المقاومة والتحرير انحيازه الكلي للنظام السوري والقتال إلى جانب هذا النظام في مواجهة ما أسماه المؤامرة التي تهدف إلى قلب المعادلة الإقليمية. وقال نصر الله: إننا أمام مرحلة جديدة اسمها تحصين المقاومة وحماية ظهرها وتحصين لبنان وحماية ظهره. كما قال: إن المعركة في سوريا نحن أهلها وصناع انتصارها. إذن أسبوع على انطلاق جولة المواجهات الدموية في طرابلس وكل المساعي فشلت حتى الساعة بإعادة الاستقرار إلى عاصمة الشمال. وللاطلاع على تطورات الوضع ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسلنا عمر حرقوس. عمر يعطيك العافية، إذن ضعنا في آخر التطورات الميدانية في طرابلس. نعم هنادي، ما زال رصاص القنص المتقطع يسيطر على أحياء باب التباني والأحياء القريبة لها، حيث تساقطت الرصاصات في عدد من المناطق وخصوصا في منطقة دوار أبو علي وغيرها من أحياء قريبة جدا لهذه المنطقة. ضحايا هذا النهار هم 4، 3 من باب التبانة وواحد من جبل محسن، بالإضافة إلى أم الضحية بسام الضناوي والتي توفيت نتيجة ذبحة قلبية بعد معرفتها بوفاة ابنها نتيجة رصاص القنص الذي أصيب به من جبل محسن. الاجتماعات السياسية في المدينة لم تتوقف ولم تتمكن هذه الاجتماعات حتى هذه اللحظة من إيقاف صوت الرصاص المتقطع وخصوصا القنص من جبل محسن. ويشار إلى أن لحظة بدء السيد حسن نصر الله بكلمته أطلق الرصاص فوق مدينة طرابلس بكثافة، حيث سقط الرصاص الطائش بعدد من الأماكن وخصوصا في المنطقة التي تتواجد فيها المؤسسات الإعلامية. أما أحياء المدينة فقد شهدت حركة سير خفيفة نتيجة سماع أصوات الرصاص في أنحائها. إلى ذلك كان خلال ساعات النهار حصل أشكال فردي في الميناء بين أشخاص من آل المصري وآل العباس أدى إلى مقتل شخص من آل المصري وجرح رقيب أول في فرع المعلومات، مما زاد من جو التوتر في المدينة. وكما سرب بعض الشباب من باب التبانة
خبرا مفاده ان انهم سمعوا على اجهزه الترددات اللاسلكيه اوامر من قياده جبل محسن بالتحضر لاشعال المعركه. لا نعرف ان كان هذا الخبر صحيحا ام لا، ولكن العديد هنا اكدوه لنا. هنادي. نعم، شكرا لك عمر حرقوس. مشاهدينا الكرام، للمزيد من المعرفه حول اخر التطورات الميدانيه اليوم في مدينه طرابلس نستعرضها في التقرير التالي. هنا شارع سوريا، الشارع الذي يفصل جبهتي باب التبانة وجبل محسن. الحركة متوقفة بسبب الاشتباكات وأعمال القنص. الاشتباكات تدور بين الجيران، فنحن نقف في باب التبانة وهذه الدشمة المقابلة تعود لمرابضين من جبل محسن. القتال هنا من منزل إلى منزل ومن شرفة لأخرى. الصورة أبلغ إنباء من الكلام، فآثار القذف ورصاص القناصة فعلت فعلها وحولت المناطق السكنية إلى مدن للأشباح والمتقاتلين. شو بدك تقول بنحكي بنحكي كأنك محلا. ساعد ما بدهم بيعلقوها، ساعد ما بدهم يوقفوها. نحن من الدولة تتدخل بطريقة صحيحة، يشيلوا هالعصوبة ومنتهي الموضوع، ولا بتشوف ضرب رصاص بطرابلس كله. الاشتباكات مستمرة في طرابلس منذ الأحد الماضي وقد خلفت عشرات القتلى والجرحى، فيما الاتصالات مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. لا نريد الموت والاشتباك، بل نريد الحياة. هذا هو لسان حال أبناء طرابلس الذين يشددون على أن مدينتهم هي مدينة للحياة، ويطالبون الدولة بإرساء الاستقرار فيها لإعادة الحياة إليها. من طرابلس، منير الربيع، تلفزيون المستقبل. سطر النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزي استنابة إلى الأجهزة المختصة لتزويده بشرائط التسجيل العائدة لرفعة عيد للاطلاع عليها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها بناء لتوجيهات النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي. عقد وزراء ونواب طرابلس اجتماعا في منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ضم إلى ميقاتي الوزراء أحمد كرامي، فيصل كرامي أحمد الصفدي ممثلا الوزير محمد الصفدي، والنائبين محمد كبارة وسمير الجسر. وتناول ما وصلت إليه الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس. وطالب المجتمعون بتشديد إجراءات الجيش وقمع كل عمليات القنص المستمرة، لأنه رغم انتشار الجيش في منطقة جبل محسن فإن عمليات القنص استمرت وتسببت بسقوط ضحايا. كما رفض المجتمعون كل محاولات تعميم الفوضى الأمنية في المدينة. يؤكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية في حماية السلم الأهلي في المدينة وقمع كل محاولة للعبث الأمني من خلال التطبيق العادل. بدي أكد على التطبيق العادل والمتوازن للقوانين دون تمييز بين منطقة وأخرى. دعوة النيابة العامة إلى استكمال التحقيق الجدي في جريمة التهديد وتنفيذ قصف طرابلس وما نتج عنها. دعا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدولة إلى وضع حد لما يجري في عاصمة الشمال. المجلس وخلال اجتماع له في طرابلس برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي أيد مواقف رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما ما يتعلق منها بضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس إزاء ما يجري في سوريا والالتزام بإعلان بعبدة. دعينا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في سوريا. كما تطرق المجتمعون إلى الإجراءات التي يتخذها مفتي الجمهورية اللبنانية. توجه المجلس إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالدعوة للإسراع في اتخاذ التدابير القانونية والأمنية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة والشمال وتقويض الاستقرار فيهما. يسمن المجلس الشرعي موقف أصحاب الدولة الحازم والحكيم الذي عقد بالأمس في بيروت في مواجهة ما يطرأ في موضوع دار الفتوى ومؤسساتها من قرارات وتصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة وتوجهات الرأي العام. لقد هال المجلس ما جرى في دار الإفتاء في صيدا من اعتداء موصوف، معتبرا أن ما حصل هو بداية فتنة بين المسلمين، محملا كامل المسؤولية على عاتق من افتعلها.
أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي أن موقف النائب وليد جنبلاط لجهة تأكيده على ضرورة التمديد للمجلس النيابي هو للحفاظ على ما تبقى من هذه الدولة في ظل الانقسام الحاصل حول موضوع الانتخابات. ونفى العريضي مقاطعة وزراء جبهة النضال لجلسة الحكومة يوم الاثنين المقبل. تقرير مها ظاهر. الصورة قاتمة بالنسبة لمصير الانتخابات النيابية، خصوصا وأن الاتجاهات داخل التحالف الواحد اختلفت. فبينما تشهد وزارة الداخلية إقبالا كثيفا على الترشيحات وفق قانون 60 ينشط الرئيس نبيه بري على خط التسويق للتمديد سنتين، وقد لقاه في موقفه النائب وليد جنبلاط لاعتبارات في مجملها أمنية. ما هو قائم غير معتمد، ولم نصل إلى شيء يعتمد، فبالتالي كيف ستجرى الانتخابات؟ لنكون واضحين، يعني مما يعني أن التمديد حكما حاصل. الآن عملية التستر أو المسايرة أو المزايدة كلها في النهاية تصب تحت خانة أنه طيب لماذا نمدد سنتين، فلنمدد ستة أشهر. ستة أشهر يعني عمليا هي تمديد سنتين أقل أكثر بالتقسيط. لم تنقطع اتصالات جبهة النضال مع بري وحزب الله والمستقبل وكذلك رئيس الجمهورية، إلا أن المسؤولية بحسب العريضي باتت على الجميع. لابد من أن تتوسع دائرة الاتصالات بين مختلف القوى السياسية، وكل منا يتولى من موقعه الاتصال بحلفائه أو شركائه أو زملائه أو ما شابه. يعني علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية، لا يمكن أن نتحمل مسؤولية وحدنا كحزب تقدم اشتراكي أو جبهة نضال وطني. أعتقد أننا تحملنا المسؤولية الأكبر. قانون 60 النافذ الوحيد، وجاء قرار هيئة الاستشارات والتشريع ليعطي الضوء الأخضر للحكومة لعقد جلسة لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات واتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها على أساس القانون المذكور. فإذا كنا نتحدث من الناحية الدستورية، واجب الحكومة، واجب السلطة التنفيذية أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة وأن تستكمل هذه الإجراءات لإجراء الانتخابات على أساس 60. قد لا تجرى الانتخابات، ولكن لا تستطيع الحكومة أن تتخلى عن مسؤولياتها أو عن واجبها. يعني هذه هي المسألة. نحن لم نقرر المقاطعة، يعني لا أدري من أين جاء هذا الكلام. يعني حزب الله منشغل في القصير إلى جانب النظام السوري. تيار المستقبل والقوات اللبنانية تريد عقد جلسة عامة للتصويت على قانون انتخاب وترفض التمديد والستين. الكتائب كذلك الأمر. أما نائب ميشيل عون فيظهر عكس ما يضمر فيما خص قانون الستين، والرئيس بري إلى جانبه النائب جنبلاط مع التمديد. خارطة لا توحي إلا بتعقيد الأمور أكثر فأكثر، والأيام القليلة المتبقية للحسم تسابق الأوضاع الأمنية المتردية. سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري يؤكد خلال العشاء الذي أقامه على شرف رؤساء الحكومات أن السنة مكون أساسي في لبنان، وأن اعتدالهم ووحدتهم أساس الوحدة الوطنية اللبنانية. أقام سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري مساء الجمعة مأدبة عشاء لرؤساء الحكومات في دارته في اليرزي، ونقل إليهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته للبنان بالاستقرار والازدهار والحفاظ عليه وطنا للعيش المشترك. وفي بيان صادر عن السفارة السعودية فأن اللقاء كان مناسبة لاستذكار ما تقوم به المملكة في سبيل الارتقاء بعلاقتها مع لبنان البلد الحر المستقل. ومن أبرز ما يمكن أن يشار إليه في هذا الشأن هو اتفاق الطائف الذي أعاد للبنان وحدته واستقراره. وأضاف البيان كان أصحاب الدولة كما هم دائما دعاة اعتدال وانفتاح وحوار وإيمان بالثوابت التي قام عليها لبنان، وفي طليعتها أن السنة هم مكون أساسي في لبنان، وأن وحدتهم واعتدالهم هما مدماك أساسي للوحدة الوطنية اللبنانية وضمانة لكافة أبناء الوطن، ولدى الجميع الثقة بأن لبنان بتكاتف أبنائه وحكمتهم قادر على تجاوز كل الصعاب. رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن النقاشات حول قانون الانتخاب لم تكن سوى مجرد مزايدات، لافتا في مؤتمر صحفي إلى أن السير في قانون 60 يمثل انكسارة جديدة للمسيحيين شبيهة باتفاق الطائف كما قال. ما عم نفهم كيف بعد كل تعلية السقف يلي سمعناها، بعد كل المزايدات يلي سمعناها، عم بيتبيننا أكثر وأكثر أنه كل هذا النقاش كان فقط مزايدات بمزايدات، وكان كله حسابات انتخابية، وهذا الشيء نحن منحذر منه الرأي العام. نحن بالنسبة لنا ما فينا نكون بوقت من الأوقات كلنا عم نطرح
تصحيح التمثيل المسيحي، وحتى منوصل أنه بدنا 64 واحد تحت ال 64 ما منقبل، ونرجع بعدين نمشي بقانون الستين. بفهم نقاطع، بفهم نقول يا 64 يا ماشي، بفهم يمكن مش هذا هو الخيار الأنسب بس بفهمه، ولكن نجي نقول يا 64 يا ولا واحد تحت ال 64، وأي قانون بيجيب 56 أو 57 نحن ضده ونرفضه، نرجع على ال 34 ونرجع على التهميش ونقبل نمشي بالأمر الواقع؟ أنا ما بفهم. يعني بدي أتوجه بشكل خاص للجنرال عون، بدي أقول له كيف نحن اليوم عم نقبل نوصل لمحل ينفرض علينا قانون الستين يلي أنت كنت رأس الحرب ضده، كل يلي ترشحوا، كيف نحن اليوم منبرر للناس؟ شو بدنا نقول للمسيحيين بعد 10 سنين وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة؟ بعد كل اللي نعمل رح يصير لنا فرصة تانية أنه نرجع نعمل يلي قدرنا نعمله آخر 6 شهور؟ النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمير الفيصل يؤكد أن لا مكان للأسد ونظامه في سوريا المستقبل. والمعارضة السورية تشترط إسقاط الأسد لمشاركتها في مؤتمر جنيف 2. تحية طيبة مجددا، المسائية مستمرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. أسبوع على انطلاق مواجهات طرابلس وفشل كل مساعي التهدئة. مقاطعة وزراء جبهة النضال الوطني لن تستمر في جلسة الحكومة الاثنين المقبل. وسامي الجميل، السير في قانون الستين يمثل انكسارة جديدة للمسيحيين شبيهة باتفاق الطائف. شن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله هجوما على الدولة اللبنانية، وفي يوم ذكرى التحرير رأى نصر الله أن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية حدودها وأبنائها من الاعتداءات الإسرائيلية. الوضع الحالي يمكن أن يودع العدو، الوضع الحالي يمكن أن يودع العدو، أما في المرحلة الحالية إذا صممنا وتوافقنا أو قبلنا أن نضع المقاومة وسلاح المقاومة ومجاهدي المقاومة تحت إمرة الدولة، عنا بالضياع شو بيقولوا؟ تخبزوا بالفراح، تخبزوا بالفراح. ما يعني انتهى هذا السلاح، هذه المقاومة، هذا الفعل، هذا الردع، هذه الهيبة انتهت. ليه؟ لأن احنا الآن لدينا دولة لا تستطيع أن تحمي جنازة لشهيد في مدينة صيدا، نحن لدينا دولة لا تستطيع أن توقف الصراع الدامي والمؤلم والمحزن في مدينة طرابلس، نحن لدينا دولة لا تستطيع أن تتفق على قانون انتخاب جديد، نحن لدينا دولة طوائف ودولة مناطق. هل تتصورون أن هكذا دولة تستطيع أن تأخذ قراراً في مواجهة العدو يردعه ويخيفه ويجعله يقف عند حده؟ كنا ننتظر قانون انتخابات جديد، طيب ما نوصل لقانون انتخابات جديد؟ في قانون الستين الذي يلعنه اللبنانيون ويرفضه اللبنانيون ودفنه اللبنانيون وأعادوا اللبنانيون نبش قبره، طيب أسوأ من هيك ما في. لكن نحن أخذنا قرار نروح نترشح قبل 14 آذار لنقول لهم نحن نرفض الفراغ ولو بقانون 60، ولو بقانون 60 نحن نرفض الفراغ. وبالتالي اليوم نحن أمام خيارين، إما العالم تروح على انتخابات بقانون 60 أو 3 خيارات، لأنه الثالث يعني شبه مستحيل أنا قلت 2، وإما نروح على التمديد ونحن نوافق على التمديد مع النقاش في المدة الزمنية، وإما أنه من هون لما بعرف أيمتى تصير لشي معجزة ونتفق على قانون جديد، ولكن بالتأكيد نحن ضد نصر الله رأى أن القوة الأكبر والتيار الغالب المسيطر على الساحة السورية الآن هو القوة التكفيرية، معتبرا أن هذا الأمر يشكل خطرا حقيقيا على الجميع.
نصر الله الذي تحدث عن دور قام به الحزب مع الرئيس السوري بشار الأسد للعمل على حل سياسي، أشار إلى أن المعارضة السورية هي التي رفضت ولا تزال على موقفها الرافض للحوار على أمل أن يسقط النظام خلال أشهر قليلة. مختلفين على سويرية؟ أنتوا عم تقاتلوا بسويرية؟ نحن عم نقاتل بسويرية؟ خلينا نتقاتل هناك. بتكون صراحة أكثر من هيك؟ نقاتل هناك. لبنان حيدو، ليش ما نتقاتل بلبنان؟ في وجهات نظر مختلفة، في رؤى مختلفة، في تشخيص للواجب مختلف، ماشي الحال. لكن فلنحيد لبنان عن القتال وعن الصراع وعن مواجهات دامية. نحن ملتزمون بهذا، وكل يوم نؤكد هذا الالتزام بالفعل بالممارسة. لم تعد سوريا ساحة لثورة شعبية ضد نظام سياسي، وإنما ساحة لفرض مشروع سياسي تقوده أمريكا والغرب وأدواتها في المنطقة. وكلنا يعرف أن مشروع أمريكا في المنطقة هو مشروع إسرائيلي بالكامل. ثالثا وبوضوح، سوريا هي ظهر المقاومة وهي سند المقاومة، والمقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها أو يكسر سندها. بوضوح ولا منكون أغبياء. الغبي هو اللي بيوقف بيتفرجى على الموت وعلى الحصار وعلى المؤامرة تزحف إليه دون أن يحرك ساكنا، هذا هو الغبي. نحن اليوم من خلال هذا الموقف نعتبر أننا هنا ندافع عن عن لبنان وعن فلسطين وعن سوريا. لا تزال التطورات الميدانية في القصير بريف حمص تتصدر واجهة الأحداث في سوريا، في وقت أقر مقاتل من حزب الله لوكالة رويترز بأن وتيرة التقدم بطيئة وشاقة جدا. محمد، وقد أعلنت لجان التنسيق المحلية مقتل 27 مدنيا في قصف جوي وبري هو الأعنف على المدينة، بالتزامن مع محاولات مستميتة لاقتحامها من جانب كتائب الأسد وعناصر حزب الله، والتي نجح الجيش الحر مرة جديدة بالتصدي لها. الله أكبر. ميدان شرس لمعارك محتدمة بين كتائب الأسد وثوار سوريا، هذا ما آلت إليه مدينة القصير في ريف حمص الواقعة غربي سوريا، والتي تعتبر حلقة وصل أساسية بين دمشق والساحل السوري وخط إمداد رئيسي لقوى بشار الأسد من لبنان عن طريق حزب الله وإيران. اليوم وبعد أسبوع من اشتداد المعارك في القصير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المدينة ومناطق في ريفها الشمالي تشهد قصفا واشتباكات من كل المحاور تعد الأعنف منذ اقتحام القوات النظامية مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني المدينة الاستراتيجية التي يسيطر عليها الجيش الحر. الله أكبر، قذائف هاون، انهيار سطيع، حسبنا الله ونعم الوكيل، انطبع 25/5/2013. وقال المرصد إن مدينة القصير ومناطق في قرى الحميدية والضبعة ومطارها وبساتينها في ريفها الشمالي تتعرض لقصف عنيف من كتائب الأسد التي استخدمت صواريخ أرض أرض، مشيرا إلى تزامن القصف مع اشتباكات عنيفة بين كتائب الأسد ومقاتلين من حزب الله من جهة وعناصر عدد من كتائب الجيش الحر من جهة أخرى. يا حبيبي. ووسط تزايد الحديث عن استخدام كتائب الأسد الأسلحة الكيماوية ليلة الجمعة نتيجة وصول إصابات مرضية غريبة إلى المستشفيات، أوضحت مصادر عسكرية أن القوات النظامية فرضت طوقا على عناصر الجيش الحر في شمال القصير في محاولة لاستعادتها من الثوار الذين يسيطرون عليها منذ أكثر من عام. تسعة محاور تدور حولها الاشتباكات التي تتركز في المناطق الشرقية والشمالية من القصير، فيما اقتحمت ميليشيات وشبيحة الأسد بالتعاون مع عناصر حزب الله مزارع الصياد وأطراف منطقة الديابية، واختطفت أكثر من 120 شخصا من النازحين من القصير غالبيتهم أطفال ونساء، وسط مخاوف من ارتكاب مجزرة بحقهم أو استخدامهم كدروع بشرية. الطفل البريء
يحتفل اللبنانيون في ذكرى تحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحتفل حزب الله بالمناسبة في سوريا عبر استمراره في قتل أبناء الشعب السوري. التقرير لربيع شنطف. هذا المشهد منذ 13 عاما، حينها نزل اللبنانيون جميعا إلى كل الساحات للتعبير عن فرحهم بالنصر الذي حققته المقاومة في وجه العدو الصهيوني. هذا المشهد يبين للعيان أن المقاومين السابقين قد تحولوا إلى محتلين لأرض الغير. 25 أيار سيبقى عيد وطني لكل اللبنانيين، لأنه هو مناسبة ذكرى تحرير الأرض اللبنانية من العدو الإسرائيلي. لكن اليوم سلاح حزب الله غير الوجهة، ولم يعد باتجاه الجنوب، ولم يعد باتجاه حدود فلسطين المحتلة. سلاح حزب الله أصبح يقتل شعبا عربيا هو الشعب السوري. سلاح حزب الله أصبح سلاحا له خطاب مذهبي، مذهب الثورة السورية بكل هذه الأبعاد. أنا أعتقد أن الشعب اللبناني اليوم ما زال من حقه أن يفرح بانتصار 25 أيار 2000، لكنه انتصار للشعب ولم يعد انتصار لحزب الله. في الماضي كان الجميع، سياسيون ومواطنون من كل الطوائف والمذاهب، يشاركون في تشييع شهداء المقاومة. أما اليوم فقد تغيرت الصورة، إذ باتت حتى المقابر تغلق في وجه من قتل في معركة ليست له. هي ردة فعل طبيعية عند الناس أمام الجريمة التي يرتكبها حزب الله من خلال المشاركة بقتل الشعب السوري. أنا لا أستطيع أن أصف ما يحصل في سوريا وتدخل حزب الله فيه، إلا أنه الحزب يمارس نفس الدور الذي كان يمارسه العدو الصهيوني في الجنوب. العدو الصهيوني كان يدخل إلى الأرض الجنوب ويحتل ويقصف ويقتل. حزب الله يدخل إلى الأرض السورية، يحتل ويقصف ويقتل. كل التبريرات التي يعطيها حزب الله لقتاله إلى جانب كتائب بشار الأسد لم تعد تنفع، فالواقع يقول إن البوصلة قد تغيرت مجددا منذ حوالي السنتين، بعد أن كانت قد تغيرت في 7 أيار عام 2008، تلك الأحداث المشؤومة التي قال عنها أمين عام حزب الله حسن نصر الله: أنا أعلن 7 أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان. وجه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالوكالة جورج صبرا رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قال فيها: أنتم في الاتجاه الخاطئ، لأن المقاومة ليست في القصير. وأضاف صبرا إن السوريين وضعوا حزب الله على لائحة الغزاة والغادرين وناكري الجميل. ندعو جميع قوى الثورة السورية والجيش السوري الحر لرص الصفوف وتقديم كل الدعم بالسلاح والرجال والعتاد لإخوانهم في داريا والمعظمية ووادي بردة وعموم الغوطة الغربية ومحيط عاصمتنا الخالدة دمشق وفي القصير وريف حمص الصامد. وكانت سوريا دائما الحضن الدافئ والملاذ الآمن لهم ولكل العرب. نتوجه لمن كانوا مقاومين يوما ما لنقول لهم: أنتم تتوجهون بالاتجاه الخاطئ، فالمقاومة ليست في الشمال، ليست في القصير، ولا في داريا ولا المعظمية. وبسبب التعصب الطائفية والتبعية لأكثر الأنظمة ظلماً وإجراماً يرسل بعض اللبنانيين إلى سوريا كغزاة. بعيدا من جبهة القصير، أعلن الناشطون سوريون مقتل أكثر من 80 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي استخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة لقصف حي برزة بدمشق الذي تحاول اقتحامه مدعومة بقصف جوي عنيف. في المقابل استهدف الثوار بقذائف الهاون وصواريخ محلية الصنع مطار مدينة الطبقة العسكري في ريف الرقة. بين القصف والقصف المضاد تسيطر حال من الرعب على مجمل المحافظات السورية،
ففي العاصمة دمشق يصد الجيش الحر وبقوة محاولات القوات النظامية مدعومة بقصف مدفعي لاقتحام حي برزة بعد استخدامها تعزيزات عسكرية ضخمة. تتزامن هذه المواجهات مع أخرى تدور في محيط مدن معظمية الشام وداريا وحرستا في الريف الدمشقي رغم قصفها مع عدد من البلدات الأخرى بالمدفعية وراجمات الصواريخ، فيما يغير الطيران الحربي على حرستا. القصف بالمدفعية الثقيلة والهاون تجدد كذلك على أحياء عدة في حمص وعلى مدينة الباب ومعظم قرى وبلدات ريف حلب الشمالي. وفي ظل استهداف قوات النظام حي بني زيد وأطراف حي الخالدية في حلب، سجلت اشتباكات عنيفة في الليرمون بين الجيش الحر وقوات النظام. درعا وريفها شكلتا أيضا مسرحا لإجرام العصابات الأسدية التي تستخدم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة مستهدفة مدينة داعل، فيما دارت اشتباكات في محيط اللواء 52 بالحراك. إلى ذلك قصف الطيران الحربي بلدة أبو الظهور في إدلب، فيما استخدم النظام المدفعية الثقيلة لدك مدينة بنش وبلدة أحسن بجبل الزاوية، كما قصف بساتين بلدة القحطانية في ريف القنيطرة بالرشاشات الثقيلة. أما في دير الزور ورغم قصفها بالمدفعية وراجمات الصواريخ، يشتبك عناصر من الجيش الحر مع قوات النظام في الموظفين. ورغم القصف المدفعي ومن راجمات الصواريخ، استهدف الجيش الحر بصواريخ محلية الصنع تجمعات لجيش النظام في منطقة كسب بريف اللاذقية. ربطت المعارضة السورية التي تواصل اجتماعاتها في اسطنبول مشاركتها بمؤتمر سلام دولي في جنيف لحل الصراع السوري، ربطته بضرورة أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ووقف العنف. لليوم الثالث على التوالي وصل الائتلاف السوري اجتماعاته في اسطنبول لبحث المشاركة في مؤتمر جنيف 2 الذي يهدف إلى إيجاد حل للصراع الدائر في سوريا. وأعربت المعارضة السورية عن استعدادها لحضور المؤتمر بشرط أن يتضمن جدول الأعمال تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ووقف العنف. وأكد عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية جبر الشوفي إنه في حال عدم عقد المؤتمر بناء على وقف العنف ورحيل النظام الحاكم في دمشق فستقاطع المعارضة هذا المؤتمر. ومن المقرر أن يختار الائتلاف خلال اجتماعاته رئيسا جديدا له خلفا لأحمد معاذ الخطيب الذي استقال قبل أسابيع من رئاسة الائتلاف، والذي سبق أن قدم مبادرته الثانية المكونة من 16 بندا تنص خصوصا على تسليم الأسد للسلطة في غضون 20 يوم ومغادرته الأراضي السورية مع 500 شخص يختارهم بنفسه. ويعول المجتمع الدولي كثيرا على توحيد صفوف المعارضة وإقناعها بالجلوس على طاولة الحوار مع النظام، وهو الأمر الذي تعرقل مرات عدة بسبب شروط مسبقة من طرفي النزاع. شدد وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل على ألا مكان للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه في سوريا المستقبل. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سلمان خورشيد، أكد الفيصل استمرار دعم المعارضة السورية الممثلة بالائتلاف الوطني وتمكينها من الدفاع عن نفسها أمام آلة القتل. تشدد المملكة من جانبها على البيان الصادر عن اجتماع عمان لأصدقاء سوريا لأنه لا يمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين ممن تلوث أيديهم من دماء الشعب السوري أي دور في المستقبل السوري. مع ضرورة أن تمنح حكومة انتقالية صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة شؤون البلاد وإعادة أمنها واستقرارها، كما أن المملكة قررت ضرورة استمرار دعم المعارضة السورية الممثلة للائتلاف الوطني الذي يعتبر ممثل الشرعي للشعب السوري وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام آلة القتل الشنيعة. اتهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء التفجيرين اللذين هزا بلدة ريحانية في 11 من الشهر الجاري وأسفرا عن مقتل 51 شخصا. وأضاف أردوغان أمام حشد شعبي خلال زيارة إلى الريحانية
إن نهاية نظام الأسد الطاغية باتت وشيكة، متوجها إلى السوريين بالقول إن خلاصهم قريب. وكان أردوغان تقدم بشكوى أمام القضاء التركي ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بعدما شبهه الأخير بالأسد. بدأ 20,000 جندي عراقي عملية أمنية ضخمة في صحراء مدينة الأنبار غربي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، وعززوا انتشارهم على طول الحدود العراقية السورية لمنع التسلل. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن قوة خاصة تابعة لوزارة الدفاع ومعززة جوا قتلت قياديين اثنين في ما يسمى دولة العراق الإسلامية خلال عملية عسكرية في بيجي. قتل 17 طفلا باكستانيا وجرح أكثر من 10 عندما انفجرت أسطوانة غاز في الحافلة التي كانت تقلهم إلى المدرسة في بلدة كوجرات جنوب شرقي إسلام أباد. وشب حريق هائل في الحافلة جراء الانفجار الذي رجحت السلطات أنه نجم عن ارتفاع درجات الحرارة مستبعدة وجود أي شبهة إجرامية أو إرهابية. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. مرض الحبة الحلبية يجتاح النازحين السوريين في عكار. وفي الرياضة، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وجها لوجه على ملعب ويمبلي الليلة في نهائي تشامبيونز ليج. أهلا بكم من جديد. من عين التين، طالب النائب طلال أرسلان الرئيس بري بالتمديد للمجلس النيابي سنتين، وقال إن الوضع الأمني في طرابلس وغيرها لا يسمح بإجراء الانتخابات. طلبنا التمديد للمجلس النيابي سنتين، خاصة إنه لا الوضع الأمني في البلد بيسمح لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، وكلنا عم نشوف اللي عم يحصل بالشمال، اللي عم يحصل بصيدا، اللي عم يحصل بعدد من المناطق اللبنانية. أنا بسأل وين الديمقراطية؟ وين النزاهة بالانتخابات؟ وين فعلا حرية حركة المرشحين على المناطق وعلى الأحياء وعلى الناس؟ وين سلامة الصناديق وحرية التعبير بهالظرف اللي عم نمر فيه؟ فأسلم للبلد، ومثل ما حكينا مع الرئيس نبيه بري إنه الانتخابات هدفها الأساسي هو لحفظ البلد ولحفظ السلم الأهلي في البلد ولحفظ الديمقراطية بالبلد ولحفظ الاستقرار بالبلد، مش تصبح الانتخابات مصدر للفتن. قال النائب أحمد فتفت إن يوم التحرير بات يوما للغزو بالنسبة لحزب الله الذي أصبح قوة غازية في القصير وقوة معتدية على الشعب السوري. كلام فتفت جاء بعد لقاه وزير الثقافة الأسترالي توني بيرغ بحضور النائب قاسم عبد العزيز ومنسق عام تيار المستقبل في الضنية هيثم الصمد وعدد من رؤساء البلديات وشخصيات اجتماعية. ودعا فتفت إلى تحسين علاقات لبنان بالمجتمع الدولي. ولمناسبة الذكرى السنوية لعيد المقاومة والتحرير، التقى الرئيس سليم الحص سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي الذي لم يتطرق إلى تدخل حزب الله في معارك سوريا، مرحبا من جهة أخرى بأي عمل يقود إلى تسوية سياسية توقف الحرب الدائرة كما قال. سوريا رحبت وترحب بأي عمل يقود إلى تسوية سياسية توقف هذه الحرب المجرمة العدوانية. سوريا أولا جيشها متماسك وقوي ومدرب وكفؤ، وهو له عقيدة وطنية صارت واضحة لدى الجميع، وهنالك حاضنة شعبية كبيرة تشارك إلى جانب الجيش بفاعلية. وإلى شأن إنساني، حيث مرض الحبة الحلبية يجتاح عائلات اللاجئين السوريين في عكار وتخوف من انتشاره بعدما تبين أن اللقاحات المضادة غير متوفرة بشكل كاف. تقرير زياد منصور. لا يكفي النازحين السوريين معاناتهم اليومية وألم النزوح وتداعياته الحياتية، ففي معسكرات وخيم النزوح والعمال السوريين تنتشر الحبة الحلبية الليتشمانيا التي تفتك بالأطفال، وظل الإفصاح عنها عنصر خجل لسببين: أولهما سرعة انتشارها، وثانيهما ضعف الإمكانيات المادية للعلاج. صار لها الحبة حوالي الشهر من قلة الحمامات، مي ما عندنا نحممهم، باخذها على
مشافي، ما حد يستقبلني، ما حد بيطلع علي، صارت تنام مع اخواتها، صارت تعدي هون. اخذناهم على كل الحكمه، ما انوجدت الابره هذه لعلاج هالحبه هذه، ما انوجدت هون، ما انوجدت بعكار. ناشد جميع اطراف المعنيين بهالامر هذا، الابر للاطفال هذه للحبه. صارت تعدي الاولاد والبنات والاطفال، ولا نظافه، لا في مي، لا في طبابه، لا في شيء الا الله تعالى. لو ميتين تحت القصف والدمار احسن. ومع ازدياد اعداد النازحين وانتشارهم في كل مكان واختلاطهم بمحيطهم، تبقى اجراءات وزاره الصحه خجوله، علما ان تفشي الحبه الحلبيه يستدعي تدخلا سريعا واستنفارا صحيا على اكثر من صعيد ومستوى، وتوفير اللقاح الذي لا يزال غير متوفر بالكميات اللازمه. تتفاقم الأزمات المختلفة للنازحين السوريين في منطقة عكار، ومن بينها الأوضاع الصحية في ظل انتشار كثيف للأوبئة والأمراض، ومن بينها الحبة الحلبية في ظل تقاعس كبير لوزارة الصحة والهيئات الرقابية المختلفة. زياد منصور، تلفزيون المستقبل. أصدر الرئيس سعد الحريري منذ قليل البيان الآتي: انعيد المقاومة والتحرير هو بالتأكيد ذكرى غالية على جميع اللبنانيين، لا سيما على أهلنا في الجنوب والبقاع الغربي الذين دفعوا الثمن الأكبر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وكانوا في الخطوط المتقدمة التي افتدت لبنان وأنهت الاحتلال. إنني أتوجه في هذه الذكرى بالتحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا في مسيرة التحرير، مؤكدا على أن انتصار العام 2000 هو الثمرة الكبرى للإرادة اللبنانية الواحدة وللإجماع على حق اللبنانيين في تحرير أرضهم والدفاع عنها بكافة الوسائل. أضاف الرئيس الحريري: هذه الحقيقة جرى مصادرتها في غير مرحلة من المراحل منذ العام 2000، وأراد حزب الله تحديدا ومن معه من أتباع أن يعتبرها حقا حصريا حزبيا أو فئويا، يعني جهة واحدة تمتلك صلاحية الكفاح ضد العدو وصلاحية حمل السلاح في أي اتجاه يحدده الحزب دون سائر اللبنانيين. ويضيف الرئيس الحريري: اليوم نحن وفي هذه الساعات وفي الذكرى 13 للتحرير، حزب الله ما يزال يصر على جعل هذه الذكرى مناسبة فئوية خالصة، بل هو يتخذ من الذكرى قاعدة لرمي الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني بكل صفات التخلف عن توفير التقصير في المجال الوطني والتخلف عن توفير مقومات السيادة والدفاع وخلافه، مما استمع إليه اللبنانيون قبل ساعات من السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. وتابع الرئيس الحريري أن السيد حسن نصر الله ينفي عن الدولة اللبنانية وشعبها وجيشها ومجتمعها المدني القدرة على مواجهة أي شيء. هذه الدولة في عيون السيد نصر الله وفي عقله وعقيدته ويقينه إنها دولة عاجزة لا تصلح لشيء، لا في السياسة ولا في الأمن ولا في الدفاع ولا في الاقتصاد. والحل عند حزب الله أن يقوم الحزب مقام الدولة وأن يبقى السلاح في يد الحزب إلى أبد الآبدين. السيد حسن نصر الله يقول لرئيس الدولة ولكل أركان طاولة الحوار الوطني إن أي كلام عن استراتيجية دفاعية أو عن تنظيم سلاح المقاومة تحت إمرة الدولة هو كلام قرر السيد حسن أن يرميه في سلة مهملات حزب الله. السيد حسن نصر الله يقول لكل اللبنانيين: لا تتعبوا أنفسكم، فهناك جهة واحدة في لبنان وطائفة واحدة في لبنان هي المسؤولة عن السيادة الوطنية، وهي وحدها دون سواها المعنية بحماية الحدود وحمل السلاح واستخدامه أن تشاء ومتى تشاء. وقال الرئيس الحريري: السيد حسن نصر الله يدعو اللبنانيين من رئيس الجمهورية إلى كل القيادات والأحزاب والطوائف إلى الاعتراف بدولة حزب الله التي تعلو كلمتها ويعلو قرارها على كلمة الجمهورية اللبنانية وقرارها، وعلى المجموعات اللبنانية أن تتصرف على هذا الأساس وأن تتجنب استنادا لذلك خطر الاشتباك الداخلي. وأنتم أيها اللبنانيون إذا أردتم أن تتقاتلوا فقد اخترع لكم السيد حسن فتوى عبقرية للتقاتل. أنتم أيها اللبنانيون يمكنكم أن تتقاتلوا فوق الأرض السورية، ويمكنكم أن ترسلوا مشاريع القتلى والشهداء إلى الأقصير وريف حمص.
إننا نقول للسيد حسن وبكل بساطة وصراحة، إنك يا سيد حسن تستطيع أن تصرخ ما شئت، تستطيع أن تهدد وتتوعد وأن تطلق الاتهامات وأن تنعت الدولة بما تشاء وبما تجود به بنات أفكارك وربما بما يأتيك من فتاوى إيرانية. خطابك الأخير يا سيد حسن يساوي بالنسبة لنا ولأكثرية اللبنانيين وحتما بالنسبة للشعب السوري، خطابك يساوي صفرا مكعبا بكل المقاييس السياسية والوطنية والأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية. ويختم الرئيس الحريري بالقول: لقد أعلنت بفمك يا سيد حسن نهاية المقاومة في عيد المقاومة. المقاومة تنتهي على يديك وبإرادتك. المقاومة أعلنت الانتحار السياسي والعسكري في القصير. لقد أخذت المقاومة إلى الهزيمة في القصير، أخذتها إلى الهزيمة في القصير، فبئس هذا القرار وبئس الدعوات التي يندى لها جبين الشرفاء من اللبنانيين وكل العرب. لقد حفرت في سوريا وبدماء أطفالها ونسائها وشيوخها من أبناء الشعب السوري، حفرت هاوية أردت للمقاومة أن تسقط فيها. خطابك إعلان صريح عن السقوط في الهاوية، ولا شك أنك أبدعت في التحريض المذهبي والطائفي كما لم تبدع من قبل. لكن يبقى أن نقول لك إن زمن المتاجرة بفلسطين والمقاومة، زمن المتاجرة بالوحدة الوطنية قد انتهى، واللبنانيون كما الشعوب العربية والإسلامية في كل مكان باتت تدرك أن أكذوبة المتاجرة بالشعارات باتت مكشوفة، والزمن سيكشف المزيد من حبل الأكاذيب. زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأضرحة اللواء وسام الحسن ورفاقهما الشهداء في وسط بيروت. وزير الفنون والثقافة الأسترالي توني بيرك يرافقه سفير أستراليا أليكس بارتلم على رأس وفد، وكان في استقباله النائبان محمد قباني وكاظم الخير مدير مكتب الرئيس الحريري الشهيد عدنان فاكهاني. وقام الوفد بجولة بأرجاء مسجد محمد الأمين، ودون الوزير الأسترالي كلمة في السجل الذهبي. وفي صيدا إطلاق اسم الدكتورة حكمة صباغ على ثانوية البنات وتكريم للأديبة يمنى العيد بحضور النائب بهية الحريري. تكريما لعطاءات الدكتورة حكمة الصباغ والأديبة يمنى العيد في المجال التعليمي والتربوي والأدبي، ولمناسبة إطلاق اسم الدكتورة حكمة الصباغ على ثانوية صيدا الرسمية للبنات بناء لقرار وزارة التربية، أقامت الثانوية احتفالا حضره حشد من الشخصيات التربوية وفعاليات اقتصادية واجتماعية. إننا سعداء اليوم بلقائنا الصديقتين العزيزتين حكمة صباغ ويمنى العيد، حاملتين إلينا تجربة إنسانية مميزة، علما ومعرفة وخلقا وإبداعا والتزاما بتطور مجتمعنا وتقدمه وحفاظا على تراثه وجذوره. وفي الختام قلدت النائبة هي الحريري الأديبة يمنى العيد وشاح العلم وقدمت لها درعا تكريميا، وتمت إزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي تحمل الاسم الجديد للثانوية. هنادي، نصل الآن إلى النشرة الرياضية حيث يرافقنا فيها بعد قليل الزميل محمود سمورة.